السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متتبعين ديالي الاوفياء، حبابي وحباباتي في لا فيديو جديد. ورجعنا المره الثانيه مع نعيمه البدويه عفوا. جيو تشوفوا اخوتي التقربي الى لنايضه والروينه. غادي نخلي لكم نعيمه البدويه غتشرح لكم هاد القرباله اللي نايضه والبوليس والجدرميه جمعوا كل شيء وداوهم وهبطوهم للبنيقه، ودابا جالسين كلهم في التحقيق لانهم فرشخوا بنات نعيمة البدوية، فرشخو خالتهم وبنت خالتهم. شنو نقول لكم اخوتي، والناس مع الناس وانا مع عائشة اختي. بالقسم ما بقينا فاهمين والو في الدنيا. المهم اخوتي غادي نخليكم مع نعيمة البدوية، انا ما نطولش عليكم كالعادة، فقط جيت نسلم عليكم ونقول لكم اللي غيمر بالصدفة ما ينساش يضغط على داك الزر الاحمر باش ينضم للعائلة ديالنا، وما ينساش ايضا الجرس باش توصلوا بكل جديد كنزلوا على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. حبابي ما تنسونيش بداك اللايك الجميل ديالكم، داك اللايك ديالكم به كنزيد القدام. الله يخليكم ليا وشكرا بزاف بزاف على التفاعل ديالكم معايا في الفيديو اللي حطيت قبل هذا، فكنقول لكم الله يخليكم ليا ويطول لي عمركم ويحقق لكم كل ما تمنيتو يا رب العالمين، ويجعل ويبني لكم قصر في الجنه. خليكم اخوتي معنا نعيمة البدوية، رجع انا معكم كالعاده ونقول لكم فرجه ممتعه مع البدوية. نعيمة ما صالحاش، نعيمة دارت ودارت، تنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل بكم، حسبي الله ونعم الوكيل والله الجمعة. بغيت الأولى فيا والثانية فيا والثالثة كنعطيها لكم إلا بغى الله، واللي حك عليا كله كيريب، واللي أداني كله كيريب. نقول لكم أخوتي العزاز، هاد الموضوع خدم به الغالي والبادي، والموضوع على حسابنا، غنهضر فيه حتى أنا وعندي حق، عندي حق الرد وعندي حق نفسر. الطجة اللي نايضة بالله أختي هي وولادي قالوا وفعلوا وتركوا وصنعوا والدنيا تقلبت. خوتي العزاز، أنا الخميس كانت عندي الجلسة، بوك الخميس البارح الخميس كانت عندي الجلسة مع ندى حسي، وأنا اللي قال لي كنتي في المعركة تندعيه وغندير عليه محامي شارس. انا شاهد ما غنشهدش الناس عاديا، انا شاهد عليا الرئيس اللي في القاعه، تحيه ليه من عظم الغرب، شاهد عليا الرئيس سعاده الرئيس اللي دزت عنده، كيشهد عليا دخلت عنده مع الوحده وخرجت حتى الربعه اونس. انا تيشهد عليا الرئيس في هاد الطجه اللي نطت ما بين العائله وما بين ولادي، انا ما حاضراش. وكنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا تحيه سعاده الرئيس، تحيه لك سعاده الرئيس وسعاده المحامين. بلا ما نهضر على المحامين اللي كانوا اكثر من 40 واحد في القاعه، تنهضر على المحامي ديالي شهادات القيسي اللي داخله بالدقيقه والسدعه وخارجه بالدقيقه والسدعه. انا الى تصابيت اليوم الخميس كنت كنت واجد في داري وعندي الخبر على ولادي ولا العائله ديالي. انا متحكم نتعدم، انا نتعدم قدام خوتي المغاربه ويرجموني بالحجر ويرجموني بالكرب ويرجموني بالعافيه، ولا اني غندوز لك يا عوج الدرقوش. وبغيت كلامي ما يتمنطاش، طلعتي مداخلة يا عوج الدرقوش وقلتي انا كنت في الطوموبيل ديالي بعين السيخ. كنقول لك نعت الله وعليك حتى اليوم الدين، كنقول لك نعت الله كلامي حتى اليوم الدين. انا ما حاضرش نقصيد صوليس، انا ما حاضرة ما ناضرة، انا تيشهد عليا سعادات الرئيس في القاعة المركب في المحكمة ستينة جديدة. أنا ما عند قال لي موس الحجلة من جناحها. أنا تيشهد عليا جلالة الرئيس، تيشهد عليا دخلت في الوحدة وخرجت حتى الربعة ونص. إلا صابيت أنا كاينة بعين السيخ وعندي 90 دار في عين السيخ. إلا شهد لكم واحد أنا كنت في عين السيخ، أنا نترجم في اليوتيوب المغربي، أنا نتحرك في اليوتيوب المغربي. كتقلبوا عليا
اللي سلي دعاني واللي قال لي كنتي غندير له دعوه بالساعه والسيده اللي كانت عايزه. وكيف ما سمعتوا الإخوان والأخوات أن نعيمة البدوية مستعدة ترفع الدعوة على كل واحد نزل عليها الباطل وكذب عليها أنها كانت في ذاك المعركة ولا في ذاك التباز ولا في ذاك الحالة اللي ناضت في الدار ديالها. هي في ذاك الوقت هذاك كانت في الجلسة في المحكمة مع ندى حسيل، لأنك ما كتعرفوا هي عندها المشاكل وبينتهم الدعوة في المحكمة. فهذا الشيء كله ان اللي وقع ما كانتش فيه نعيمة البدوية، فكانوا فيها فقط البنات ديالها. والله يهدي ما خلق اخوتي، هذا الشيء ما نقول، والله يهدي النفوس.